هلا خروفي خروفي لابس بدلة صوفي يا كل ورد ما اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم. السلام عليكم، مرحبا مريود. عليكم السلام، هلا نصور شعرك علومك شو مسوي؟ هلا والله، الله المفروض نكلم يسلمك. المتابعين صح؟ اوكي زين، ما علينا. خلي يوم شو اليوم مزرعة غنم. شوفوا 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 المكان محلاه، شوف يا بالله عليكم. سلام، يعني اليوم بناكل لحم يعني. يا امس شو واقي وما عيبك شو؟ انا كله هذا لحم واقي خرفانة. اي لحم خرفان، هي لازم نجزي بعد ولا نعيمي. السلام، زين احنا كنا ساعة اصلا لسه نخطط كيف بنحط الخرفان، انت ما حد ادري وين بي هذا. اوكي اسكيب. زين الصور ببدا احطيهم مال الخرفان. اوكي يلا بسم الله. بسم الله، خلنا نشوف هاي سيدي. بنصير نجيبهم ولا؟ ما ظني تجيبهم، مش عملي لنا كم خروف بنشتري نحن؟ وايد صح؟ وايد وايد ولا نصير بس نجيب دفعة وتي ونشتري الباقي بس؟ بدي بدفعة هي شي الباقي ونشتري هني. زين شوف المزرعتين بسويهن، لحظة خلنا نسوي لاين اب حق هايل. لاين اب حقا اوكي قد ما اقدر سيده، يعني المساحة زينة ناصر بينهم حق سكسويل. خلنا نجرب نجيب سكسويل. شوف ها اللي عندي سكسويل ترى اعتبر منو؟ لا زين 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 عندك انت نص الليل. لا لا هذا بيك اب. اوكي عزبة. ايه حلو، فيري نايس. يسد طبعا كب عزبة. هذا سكسويل يا الظالم. والله انك ظالم. شفت؟ لا شو مو بوسيع، شو مو مب... اخذ يوتيرن هنا بسكسويل. لا لا وسخت عاد. شوف ما يستوي. ما يستوي قاروصة بالكتشب يستوي والله. اخذت يوتيرن سكسويل ما اخذ. بعد تبغى مساحة اكثر؟ هو المفروض المساحة هاي بس لا لا بس بس شوف الصفرة شي تكفي. حلو. شوف شي حلو. لا شوف المساحة الصفرة المفروض تكفينا. شوف اذا نحن نسوق عدل المساحة الصفرة هني تكفيك. ضابط يعني. شل 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 بيوينه، خليه بشل بيوينه. جو جو فايت فايت جو فايت جو فايت. والله ما لحقني حتى الكلب. والله انك كلب من كلب تعال. يركب هو الكب ولا ما يركب؟ ما يركب حتى الحصان ما يلحقني. تبغى نصير اني بدفعه؟ خلنا نشتري ولا شوف شو نبى. نبى تاترا، كله تاترا ايه. صح؟ يلا غسلته خلاص، غسلته يلا خلاص. ها الشاحن والله لو تشوف الرنقات، بس رنقات ما اعرف ليش اخذت الرنقات. لا الاخر زين ما بتكلم. زين يا سلام شو الرنقات هاي الزرق. ما ادري والله ما ادري. اي بتي في البيك اب مالي ولا بشو؟ لا لحظة بس تحية لازم ادق البيك اب سلف. كيف تجي الصبح ما تسمع صوت القزوز يا اخي؟ هلا بالعيال. زين اوكي خلاص باي لو سمحت اولوية للشاحنات. أبن في خنزير، ما يبغى خنزير. في كم نوع خرفان؟ في نوع واحد بس استرالي، ما عندهم خروف ثاني. شو هالخروف البني ده؟ افا ناخذ ابيض ناخذ اسود. يو اوريدي اتنيز ديفرنت انيمال تايب. اوكي في شو النوع اللي فيه ابيض اخذناه بني. اوكي تريلر از فول سبيس. كيف ابطل؟ شوف الكنترول عندك هذا يبينون والله يبينونه. انا ادخل داخل الكنترول يبينون. هلا بالخرفان، هلا
هسه طالع الخرفان خروف خروف. يلا نروح نزرع. شوفهم. لا والله زين 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 مكان وايد. خلنا ننزل الخرفان كلها. يا حبيبي. موف. خلنا ننزل. هلا خروفي خروفي لابس بدله صوفي يا كل ورس ما اوكي خلاص خلاص انا على كل شيء بحصل اغنيه شو انا اسير بركن الشاحنه حلوين والله خرفان نظاف بس يبون ماي واكل اي والله بس اح بس لازم نسوي ظله مكان هم بركن هالسكسويلات فيه يا اخي وايد زحمه مسوي ترى لا اي والله ولا مبركنهم ورا عادي خلي اعبي لهم هي 250 كم هي يبون هايل احس يتعبى بسرعه اكيد ما بياكلون نفس البقر بقر بعد تقول شيء يعني لازم بقر عشان يطلعون حليب وسوالف بس البقر يطلع شو حليب بس طلع حليب وسماد و اتصور كلهم مفروض يطلعون سماد صح سلاري ما ادري شو مفروض بس اوكي هاي يبالي يبلهم بعد قراص شويه 8000 وصلهم المهم بعد ما اعطيناهم اكل زين الحين اعطيناهم اكل اعطيناهم كل شيء شوف برودكتيفيتي مالهم ما يبالهم ويت شيء حق تنظيف ما يبالهم شيء صح ما يبالهم شيء بس كان اكلوا كان اكلوا القراص بسرعه اكلوا القراص بسرعه ترسته ها ترسته انا هي بس بعد يا اخي لا هذا في واحد ما ترس 100% اوكي لا في واحد ما ترس 100% بس عادي يعني ما يبال 100% بس 3 وول 11 وول شوف 11 وول بير داي خلها يصير عندهم مش بير داي هذه الاولى بير اور شيء برودكتيفيتي مالهم يعني زين نشوف هذا معناه بدوا ينتجون اوريدي صح نصور اذا ما يبالهم وايد هايل بالطريقه هاي لان يبالهم شاحنه واحده نعبي حق تقريبا مرتين نروح ونرد نعبي حقهم حق اربعة يا ريال يعني مره واحده حق حظيرتين هذا الاول تعال شو خلي هي شفته شفته الاول فيه شيء مسوي له ترانسبورتيشن عادي فورك ليفت وتشوف ايه ها فورك ليفت ودام بما ان عندي الجويستيك الحين بسوي لك دقايق هذا مفروض بس كم مول عندنا عند كم مول تعرف تروح عند السل الحين زين نحن وايد جالسين نصرف يا ريال زين عادي هذا شو الوول اظني هذا بيكون ملك ما يبين كم عندنا باللتر الا اذا في خزان في شيء في سيفنج ما في مكان نسيف فيه الملك ثم نجمع مثلا نبيعه مره واحده ولازم نبيعه اول باول لان الحين نحن الحين عندنا ملك الصوف هذا وها صورة كرة صورة شو؟ كرة هي هي شفته هي شفته بس ما يكفيني اذا السالفة تجيب هالسهولة بحط حظيرتين غنم غير شو رايك؟ نحط ليش لا؟ خلنا نحط حط سيفينج حط والله حط البقر هاي بنترسم بعد اذا تجي السالفة بنترسم البقر لان البقر ما قام يصرفون وايد صح؟ بس الحين يوم كل شيء فولناه خلاص امورهم طيبه شوي عرفت تعبهم اول مره تحس يكون هي يعني عقب برودكتيفيتي مالهم يكون شيء حلو يعني انا خلاص بعبي هذا مال الهولندا بترسه تعبت الثاني قبل لا نحط الخرفان بنعابلهم شويه والبقر عقب خرفان والله الخرفان بس انه بنعابلهم شويه عقب يعني احاول اسوي لهم الاين يعني. بس شكله انا سويت لاين على شيء غلط خطوط الشارع غلط كلها ناصر بس اباك تشوف المساحه
زين. هاي اللي شوي ماي خذوا 2000 خذوا بس شوف خلاص متعبي مره جيج ايه
والله شكلنا بنبيع المال خليجي تدري ماخذ 3 ردال. والله انا اتوقع بعد نفسك بس احس نفس الاحساس صح. ستارت فيلينج جي جي وقفناهم عند بعض. اسمع الصوت يوم تخطب وسط الاثنين. تعال ندخل البيت تعال صح. تعال تعال داخل البيت تعال. عطنا رقد ابو 50 ساعة 14 ساعة ماكسيموم. شوف الساعة كيف تمشي فوق على اليمين لون يعني. ترست انا ابو احنا مو ماخذين قرض 1400 قرض لون مال شو؟ من متى ماخذين لون؟ نحن نعطي لون زيني ما ناخذ لون زي اخوي صح؟ انا بصير ما عبى بعد ما عبى وايد انا ارقد بس عادي. صبر خلنا نشوف شو عندهم سليري بالهبل. قول خلنا نسير اول شيء ننظف ولا نعطيهم اكل؟ لانه ما يبغى لهم وايد اكل ترى. شوف اول شيء اول شيء عشان نفتك ما في حد يبغى له وايد اكل بس بكلينس لازم نزيد البرودكتيفيتي. ايه ما اقول لك اول شيء خلنا نروح عند منو عند الخيول. ليش احنا مو مسوي لهم سالفه صراحه؟ ليش ما مسوي لهم سالفه؟ ايش مو مسوي لهم سالفه؟ نمشيهم كل يوم. ايه تعال خلنا نمشيهم. بطلت الباب تعال 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 شفته هني هني هني. انت مبطل باب عسى بتنط من هناك الدهل. شو اخر شيء نشبت انا كيف والباب فاضي تي مقلتش ولا هو يا ريان قلتش ما سكر بطلة لازم في الوسط بالضبط خيبة. خلى مرة تشوف الحلال الحين بي عند الرافعة هاي انا بشت ابا اشتغل عليها انا متى ابا بس ابا كدها هاي انت ما مخلني شوف ثاني ما عليه خلاص يعني خلاص خير داير داخل ماي النصر. لا بس شي ماشي انا صراحة مش مشتغني عن رعد الاملاك do not drive too deep in water. ها انا بس midnight it's back in stable. انا سلمت من اول ما اول ما شفت خيلك اختفى طلعت برا على الماي. خيان التراكتر مالي بسير اول شي بنظف الطين بشل الطين. الطين ما يبغى له وايد يعني بروح اشيل السلر يعني اكل ما يبغى صح؟ اوكي اكل اشوفهم اوكي انا باكر نقدرهم ولا ننطر يا حي الحياء في الجويستيك والله. يدهون ثلاثة هابين صح؟ صحيح هات لنا فورك لفت يبلهم اللي قالوا وصل عودة هاي؟ لا 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 فورك لفت وقالوا وصل عادي السطحة محزام ليش ف... ليش آلية وش كبرها يا ريان؟ قالوا وصل عادية اي قالوا صعودة هيج يا اخي شو بتها كيف تعبيها يا ريان؟ تعال اول شي بنفضي شو اسمه يا اخي ليحات مالها ها ليحات ايش واقف هناك انا انت شو سويت في السليري تانك؟ رياك بس
هني بس فضيته شوية عنا بالحشيش ورحت شليت الباقي. خليه يولي هالشوية برايه، ما بيأثر، ما بيجرب شحنة. قلنا يجيك صار ورا الارض. شوف شوف شوف، وانا على الماشي اتحكم فيه. ريت شوف يا ريال، فرق السماء والارض يا ريال، لو تدري انت بس. والله والله يا حي حي، تضرب ماوس من الصبح الاول. بس تقدر تجدمه شوي، جدمه 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 يا صديق. هذا هذا انا قلت ما بخرب عليك، ترى بلا جدمه شي يعني. اي بس شوف 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 الاحتراف هنا. شوف يا سلام يا حي الحياة، يا متفضي الحين بالطريقة هاي. ها والله الجويستيك شو يسوي يا نصري، غيرت كي بايندينج مال بغصب. ما يلفون بنفس الطريقة. هذا كلفة صراحة فنان، بس لازم تخلي شوي يزحف على الأرض إذا بتشيل كل شيء. ترى عندي 1700 بيجي بعقن عندك وخلاص. بوقفه هذا هناك عند السرير. الحين بيجيك لأن في مال أكل. شو مال أكل؟ ضايع. وين مال أكل طايح؟ ما في ملك الطايف. ما في ملك الطايف. نظفنا مكانهم خلاص، بس باقي 1700 عندي. مال اكل نظفته اوريدي، حطيته هناك. مال اكل مش وايد، ما يكفوق 8000. ها بفضي 1700. شوف شوف شوف، افضي فوقه مره. ابى اجرب شيء اصلا، اروم اطلع فوقه. اي اروم اطلع فوقه وافضي فوقه. شوف ايه شوف ريحة خياس تطلع منه. وانا اروم اسير فوق اعبي فوقه تراني. ها اروم اسوي طبقات في هذا. ايول بوقفه بركن عنده، لان هذا الشغله تبن هذا في عندنا مشكله، بس لازم نشوف الحل. ايه فورك ليفت، خلينا ندور لنا قاروصه وشوف الفورك ليفت اللي عايدك. انا ما يخصني، ابا اكبر فورك ليفت بس. انا بعبي حليب. بتعبي حليب وانا اخذ فورك ليفت. يلا انت اخذ فورك ليفت. ليش في وايد حليب؟ 33000 بس من هالمزرعه. اوف، معنا لازم نبيع الحين. شوف لحظه، الحين اكبر فورك ليفت وين؟ ويل لحظه، فورك ليفت ما نبى اكبر شيء اصلا. بلت فورك WD90 في وحدة حق نفس الآلية هاي. تعرف شو خاطر يجرب بوتاير واحد؟ ايه خذ بوتاير بشل البلت فورك ماله. باخذ ويل لودرز W190D في نوعين، 250000 باخذ. ايه ويل ستب ما في ويتس هاي. وقالوصة حق نفسه هاي هو ده ولا شو؟ قالوصة؟ لا 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 مش عودة، حتى مكان القلص مالها مش نفس التاترة. تعرف شو بسوي؟ ها خلنا نشوف. تعال خلنا نشوف انا الحين في بريكة مثل ويها احسن يعني. لا ما يخص دايره دايره.
بتشوف هذا النوع فنان لانه على يمكانه هي هي لو توسع يسار اوكي ما تروح ابعد شوي كيسار ابى اجرب شيء نصري لحظه شيء هاي حق تحميل لفته وايد حلوة لا يقلك كذا تسوي الحركة ترى ما يصير حق شيء نسويه بالستار ايه في عقال بعض نحطها صدق الربط السيفتي ماله اوف شو
روح روح. انا علقت انا علقت هاي ولا ناخذنا عقب القابوس العود ولا خليك 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 شو تسوي خليك خليك سيدا تهبل انت عندي فورك ليفت انا يا رب. فسي من عينه ما يعتدل يقول لك كفو والله الورك لف زين ترى يا توني ذكرت انه ما في بترول ترى في عندنا شيشة بترول داخل نحن انا بصير اشد تعال شده بالبخار بالحد كان بتشي ترجع خلينا نعبي ديزل قول وين مكان اصلا ما اعرف ارتريس عليه يقلصها مفروض صح؟ ليه؟ هذا قلصه اوكي شبك لحظة وين على الماب موجود؟ وين قلت لي بيعونه؟ حق نتاب هو الحق؟ انا حاط عليه تاب مرد شوف ليته ازرق منور الدنيا زنن قم بابود تم غير لهم وتركز زنن الخايس انت ليش لفيت الدوار صح انا طول عمري نسيت حسوا فينا حسوا فينا دخل 30,000 نصرف 3 مليون شو الشعب المسطن من تدخل داخل بروح يا سبيع فتش فتش الهزام على اللي فوق ناشي هذا القاروسة الزفت لفتها والله قراج والله قالوا سوى والله تبن شوية صراحة الحين نعبر يا سبيع خلاص لازم ناخذنا قالوسة تسوي انلود واو بعين مزيكا بس وين مزعب خربان شو بعد هذا الول تعبت هو يوم نحن روحنا بس شوي يباله شغل عشان تشل الول دياي اظني كيف بيكون بعد صناديق هي دياي صناديق لازم بالايد نشل الدياي منعقف في يستوي لا هي نترس بكب هي احيد جربت كان يستوي تايدد هلا هلا ماشيك سير سير جرب الفورك لفت خلنا نشوف كمان صورت تشتغل على الفورك لفت تعمل that will be interesting اخر مرة احيدك ايست اح ليش لا لا هو هذا وايد سعد نزله 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 لا شو ايوه ارفع بس خلاص
بس شو الفرق بالجويستيك سريع عرف؟ حتى انت سريع حسيتك وايد. خلاص مرة ثانية انت شل فور 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 كريفت. لا 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 اوه المهم خلاص خلصنا اليوم بسنا جدا بسنا. اشكركم جميعا على المتابعة. زين فخلاص this is it for today. اشكركم جميعا على المتابعة وعلى المشاهدة ونحبكم كثير ونحب الحمن كثير. الحمن بيحبنا كثير. نعم نعم يلبى قلب الحمن. نعم نراكم على شوية يا حمن على خير صح؟ نعم